أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار الجمال التاريخية. الفيديو اللي هنراه فيديو غريب. فالأبيض هو اللاعب الكبير أرون نيمزوفيتش الذي له أياد بيضاء في تاريخ الشطرنج بعد أن أصدر أحد أهم كتب الشطرنج في التاريخ وهو أسلوبي الذي شرح فيه بالتفصيل جميع فروع الشطرنج، وقد قدمته باللغة العربية في سلسلة أسلوبي والرابط في الديسكريبشن بأسفل. وقد التقى نيمزوفيتش في استعراض متزامن أمام عدة لاعبين، ولكن ما يجرنا هو هذا البارون واسمه بالتفصيل كورت بارون أونجن ستيربرغ. وعندما بحثت عنه في موسوعة الشطرنج وجدت له 3 أدوار فقط، 2 ضد نيمزوفيتش، هذا أحدهم والآخر خسره، أما الثالث فهو أمام ويال العجب بطل العالم كابابلانكا في أحد الاستعراضات وفاز عليه أيضا بالأسود. ولكن وجدت له تاريخا مشرفا للغاية كرجل عسكري ينحدر من أسرة كلها أبطال وأحرز انتصارات هائلة اتسم فيها بالشجاعة أمام أعدائه. ولكن ماذا عن هذا الدور الذي ضحى فيه بوزيره أمام لاعب كبير مثل نيمزوفيتش، ولكن الذي يثير الحيرة أن التضحية أفضت إلى تكوينة هائلة لاصطياد الملك تتسم بالتعقيد حتى أن بعض تفريعاتها تستمر لمدة 11 نقلة، وهذا لا يجي بالصدفة بل ربما يندرج تحت بند المستحيلات. ولهذا لا عجب أن هذا الدور فاز بجائزة الجمال الأولى. هيا نراه ونحيي البارون. إهداءات الفيديوهات السابقة: جادو جادو، محمد مجدي، عباس خنسة، صالح الأحمدي، أيمن وردة، محمد الأحمد، حسن سعيد، أحمد الزامل، حرفوش، أشرف صفوت، غياث بريك، أبو أحمد مصمم، مصطفى محمود، رأفت مسعد، بلاك إيجل، ومنا بهريم. نيمزوفيتش بالأبيض وبدأ E4 ورد البارون E5 نايت F3 طالب البيضة، والبارون لعب نايت F6 بيترك البيضة وطالب بيضة E4، وده بيسمى دفاع بتروف. نايت C3 بيحمي البيضة، بيشوب B4، وهنا أفضل نقلة للأبيض هي أخذ البيضة، وبعد التبييت بيكمل نايت D3 طالب الفيل، والفيل بياخد والأبيض بياخد، وهنا الأسود بيسترد البيضة، والأبيض بيكمل في تعبئته ببيشوب E2 وبيبيت والدور متساوي. ولكن نيمزوفيتش لعب D3 وبيحمي البيضة، لكن جعل حصانه مربوط على الملك، وكذلك أغلق طريق تعبئة الفيل. ويبدو ان نيمزوفيتش مستهين بقدرات البارون لانه بيلعب امام العديد من اللاعبين، ولابد ان يلعب سريعا كما هي قواعد الاستعراض، ولكن هيدفع ثمن هذا الاستهتار غاليا كما سنرى. والاسود استغل الفرصة بD5 طالب البيضة، وايضا التقديم لطلب الحصان المربوط بيشوب D2 والكمل D4. ونيمزوفيتش بيقول على النقلة دي انها متهورة، لان الابيض بعد تراجع الحصان والتكسير هيقدر يعمل هجوم مضاد بالF4 ويزعزع البيضة، ولذلك تراجع وطالب التكسير، والاسود تراجع بالفيل بيحمي البيضة، وبعد بيشوب E2. أفضل نقلة للأسود هي لعب C5 وتدعيم الوسط، لكن الأسود متعجل ولعب H5 على أساس بيعمل قاعدة للحصان على G4، لكن النقلة دي متسرعة والأبيض يستطيع استثمارها ببيشوب G5، بيربط الحصان على الوزير
وبيستفيد من ان البي ده تقدم ولا يوجد الاتش 6 لطرد الفيل، لكن نيمزوفيتش ما لعبش البيشوب جي 5 انما كمل بكسل، وهنا الاسود تمدد بنايت جي 4. لان لو الابيض لعب اتش 3 لطرد الحصان، الاسود هيترك الحصان مكانه ويلعب اف 5، ولو الابيض اخد بياخد بالبيده وبيفتح الرخ على جناح الملك، ولذلك افضل نقله للابيض هي لعب السي 3 ومهاجمه الوسط، لكن نيمزوفيتش تراجع بالحصان، ومن هنا اصبح موقف الابيض منضغط والاسود كمل سي 5 بيدعم الوسط وطالب يلعب البي 5 والبيادق الاسود هتكتسح الرقعه، ولذلك اي 4 بيمنع البي 5 والاسود بيعبق ببساطه بنايت سي 6، والابيض لا يستطيع لعب نفس النقله لوجود البيدق، ولذلك ذهب بالحصان للاي 3 طالب يذهب للسي 4 ويتخلص من الفيل، والاسود كمل في زحف البيادق باف 5، وافضل نقلة للابيض هي التخلص من هذا البيدق المزعج، لكن نيمزوفيتش اجل الاخذ ولعب نايت سي 3 طالب التخلص من الفيل، واذا الفيل تراجع هياخد على الاف 5، لكن الاسود ترك الفيل ولعب نقلة قوية اف 4 والبيادق السوداء اكتسحت الوسط، ونيمزوفيتش اخد الفيل والاسود اخد، وبكده قطع الاسود اصبحت منتشرة وبيادقه مكتسح الوسط، بينما الابيض منضغط تماما، ولذلك تراجع مرة اخرى بالحصان اللي اصبح القطعة الوحيدة الفعالة، والاسود بدأ يحول قطعه لجناح الملك بكوين اف 6 وبينظر للمربع اتش 5، لكن الحصان منعه، وربما افضل محاولة للابيض هي لعب السي 3 ومحاولة ايجاد هجوم مضاد في جناح الوزير، لكن لعب بي 3 ويبدو ان نيمزوفيتش لا ينتبه للهجوم اللي حيشنه الاسود اللي كمل بتحويل قواته لجناح الملك بنايت اي 7، ونيمزوفيتش في حالة سيئة ولذلك لعب اي 5 بيحاول ينشط الرخ وربما الوزير من هذا العمود، وهنا افضل نقلة للاسود هي لعب الجي 5 اولا ثم الذهاب بالحصان للجي 6 لتدعيم تقديم البيدق، لكن لعب نقلة ضعيفة نايت جي 6 وبكده الحصان امام البيدق وبيعيقه عن الحركة، لكن على اي حال الحصان ذاهب للاتش 4 للتخلص من الحصان المدافع وفتح المربع لوزيره، ونيمزوفيتش لا يجد نقلات قوية ولذلك تراجع بالفيل، والحصان ذهب للمربع الهام اتش 4 طالب التخلص من الحصان المدافع ووصول الوزير للاتش 4 وبدء الهجوم، واذا لاحظنا هنجد ان قطع الاسود اصبحت قوية للغاية بينما الابيض منضغط، وربما افضل نقلة للابيض هي لعب البي 4 ومحاولة ايجاد هجوم مضاد في جناح الوزير، لكن اولا عليه انقاذ الحصان ولذلك تراجع للدي 2 على اساس ان المربع مشغول بالحصان، لكن الاسود وجد الحل اذا وصلت له لك اهداء. صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. الاسود ببساطة ضحى بالحصان وبكده فتح المربع لوصول الوزير، ولذلك لابد من اخذ الحصان، وهنا الاسود تهور ولعب كوين اتش 4 طالب المات، لكن النقلة دي ضعيفة وحنعرف ليه، لكن ما هي افضل نقلة للاسود في هذا الموقف؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. افضل نقلة وتنهي الدور هي كوين جي 5 طالب النايت 3 تشيك
بقش مزدوجة والملك لازم يتراجع وكوين جي 2 تشيك ميت ولا يصلح النايت اف 3 كدفاع ولكن في حالة الكوين اتش 4 الابيض لعب نايت اف 3 طالب الوزير وبيحمي بيه ده المات ولذلك قلنا ان دي نقلة ضعيفة لكن نشكر الحظ اللي لعب هذه النقلة السيئة لانه ادخل الدور التاريخ بكوين اتش 3 اتشك وده الموقف المرسوم على غلاف الفيديو ونيمزوفيتش بعد الدور قال ان افضل نقلة هي التراجع بالملك وبكده الوزير ليس له اي حركة ونيمزوفيتش هيفوز بيه بروك جي 1 وبيشوب اف 1 والوزير في المصيدة واذا حاول يتخلص من المأزق لازم يتراجع بالحصان ويتراجع بالوزير وينتهي هجوم الاسود لكن بيقول انه اصبح تحت ضغط ادبي فلا يستطيع امام احد اللاعبين الهواه ترك الوزير مجانا وايضا ما الذي سيحدث اذا اخذ الوزير ولذلك استجمع شجاعته واخذ الوزير ومن هنا الدور هيتحول الى دور تاريخي لان الاسود بدأ التألق بنايت اسري بيكشف كشر بالفيل وفي نفس الوقت طالب الوزير والرخ لكن ده ليس غرضه الاول لانه بيحاصر الملك ولابد من الذهاب للاتش 4 ومن هنا هتبدأ رحلة الملك وحيدا حيث يتلقى المات الاسود يستطيع اخذ الوزير ولكن تركه ولعب ما اظنه نقلة الدور يا ترى ايه هي صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب الاسود لعب النقلة الجبارة جي 5 بيضحي بيدا في سبيل دخول الملك الى معسكر الاسود بالطبع الملك ليس له اي مربعات ولابد من اخذ البيدا اذا اخذه بالحصان هتكون نقلة كارثية وحيجي المات بنايت جي 2 تشيك ميت ولذلك لابد من اخذه بالملك شخصيا وبكده الملك دخل معسكر الاسود اللي كمل بروك جي 8 اتشك وهنا وصلنا الى موقف حاسم فالملك له اربع اختيارات اذا ذهب للاف 6 هيتلقى المات بنايت جي 4 تشيك ميت بينما اذا تراجع للاتش 4 هيكمل بنايت جي 2 تشيك ولابد من اخذ البيدا وبكده تم فتح العمود اتش وبيشوب جي 4 تشيك كينج اتش 6 وهنا لابد اولا من التخلص بالحصان وحنعرف ليه لان بعد الاخذ الملك لابد ان يذهب للاف 7 لادخال الرخ التانية للعب ولو كان الحصان موجود هيستطيع اخذ البيدا بتشيك ويعطل الاسود وكذلك بيشارك في محاصرة الملك وبالطبع الابيض لو اخذ الفيل هتكون نقلة كارثية لان هتجي المات الانيقة بروك جي 6 تشيك والملك اذا تراجع هياخد الكش مات بروك اتش 8 تشيك ميت ولذلك لابد ان يتقدم وهنا هتجي المناورة الهائلة بروك جي 7 تشيك كينج اتش 8 روك اتش 8 تشيك ميت اذا لا يستطيع اخذ الحصان وربما افضل نقلة هي اعطاء الكش من اتش 5 لكن الاسود ببساطة هيذهب للاف 6 وهياخد المقابلة مع الملك وروك اتش 8 تشيك ميت ولا يوجد للابيض دفاع اذا ايضا لا يستطيع الذهاب للاتش 4 وربما افضل نقلة هي الذهاب للاتش 6 لكن هيتلقى المات ايضا بنايت جي 4 تشيك والملك له اختيارين اذا اخد البيدا هيجيء ببساطة بكينج اي 7 واحكم شبكة المات حول الملك بنايت اف 6 تشيك وبعد كينج اتش 6 هيلعب روك اتش 8 تشيك
والملك في اي مربع هيذهب له، مثلا للجي 6 هيلعب بيشوب اي 6 والروك جي 8 هتنهي الموقف. اذا لا يستطيع اخذ البيدق ولابد من الذهاب للاتش 7، ومره اخرى الملك لا يستطيع الذهاب للاف 7 والا هياخد البيدق بتشيك، ولذلك هيذهب للاف 8. وافضل نقله للابيض هي اخذ البيدق، لكن هتجي المات بروك جي 7 تشيك، ولابد من الذهاب للاتش 8، وهنا نايت اف 6 هتنهي الموقف، طالب الروك اتش 7 تشيك ميت، ولا يوجد للابيض دفاع. ولذلك نيمزوفيتش في الدور اخذ البيدق، لكن دي لم تغير من الامر شيئا، لان بعد بيشوب جي 4 تشيك اذا ذهب للاتش 4 هيتلقى المات الفنية بنايت جي 2 تشيك ميت، ولذلك ذهب للاتش 6، وهنا جاءت المات بروك اتش 8 تشيك كينج جي 5. ومرة اخرى الملك لا يستطيع الذهاب للاف 7 والا هياخد البيدق بتشيك، ولذلك جه للاي 7 طالب الروك جي 8 تشيك، ونيمزوفيتش لعب اخر ورقة في يده واخد البيدق، منتظر ان الاسود يكمل بروك جي 8 تشيك، وهنا يستطيع لاعب النايت جي 6 تشيك بشوكة للملك والرخ، وبعد تحرك الملك هياخد البيدق طالب الكش، والملك الابيض ربما ينجو، ولذلك البارون ما اعطاش الكش من الجي 8، انما اعطى نيمزوفيتش درس في المات بروك اتش 5 تشيك. والملك لو ذهب للجي 6 هتلقى المات بروك جي 8 تشيك ميت، ولذلك اخد البيدق، لكن بعد روك اف 8 تشيك الملك تراجع، وهنا تلقى المات بروك اتش 3 تشيك ميت. ارجو ان يكون الدور قد اعجبكم، والبارون قد نال استحسانكم، وكيف استطاع احد الهواه اعطاء استاذ كبير كنيمزوفيتش هذه المات المعقدة. والى اللقاء في الدور القادم، الدور المجنون الهائل، فنحن نعرف اسماء اللاعبين ومتى لعب وفي اي مسابقة، ولكن لا توجد لهم اي صورة. هل هذا مقصود أم هناك سر في هذا الدور؟ انتظروا، فالدور القادم شديد الغرابة وشديد الجنون. فإلى أن نلتقي أرجو لكم أوقاتا سعيدة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.